من غزة المستشار الإعلامي لوكالة الأونروا والمتحدث باسمها عدنان أبو حسن، أهلا بك معنا على شاشة الحدث. ما الوضع الذي يمكن أن تطلعنا عليها فيما يتعلق بالمدارس والمنشآت التابعة للأونروا والتي أصيبت واستهدفت بشكل كبير بقصف إسرائيلي مباشر؟ نعم، يعني هناك أكثر من 70 مركز إيواء ومنشأة من منشآت الأونروا أصيبت باستهدافات إما مباشرة أو غير مباشرة منذ بدء التصعيد الإسرائيلي. هناك أيضا مئات من الفلسطينيين الذين قتلوا أو أصيبوا بجروح في داخل هذه المنشآت. يضاف إلى ذلك أنه قتل لنا من موظفي الأونروا حوالي 104 من زملائنا، وهذا أكبر رقم في التاريخ يسجل كموظفي الأمم المتحدة يقتلون في خلال شهر أو أكثر قليلا، لم يحدث هذا قبل ذلك. بصراحة ما يحدث في غزة وهذه الحرب المجنونة وهذا الاستهداف المجنون أيضا، لم يعد هناك مكان آمن في قطاع غزة، سواء مناطق أو مراكز تتبع الأمم المتحدة ترفع العلم الأزرق أو لا ترفع، هناك خطورة بالغة والجميع معرض للخطر في كل لحظة. لكن غير العلم الأزرق أيضا هناك معلومات، وممكن يعني أن تؤكدها لنا، بأنكم أنتم في الأونروا تشاركون كل الأطراف بشكل يومي إحداثيات المدارس والمنشآت التابعة لكم. نعم، هذا صحيح. منذ بدء العمليات نحن نشارك كافة الإحداثيات التابعة لمراكز الأونروا ومراكز الإيواء وغير مراكز الإيواء، مناطق العمليات نشاركها مرتين في اليوم لكافة الأطراف، يعني مثل الجيش الإسرائيلي وكل الأطراف، يوميا صباحا ومساء، حتى لا يقول أحد بعد ذلك أنه لم يكن يعرف أن هذا مركز إيواء، لم نكن نعرف أن هذه مراكز عمليات. للأسف الشديد أن المعلومات متواجدة ومعلومات محدثة دائما، حتى عدد من هم في داخل المدارس أيضا موجود، والقضية يوميا ومرتين. حتى المدارس والمنشآت التابعة لكم أيضا تشهد حصار كبير، هل تصلكم أي إمدادات بأي شكل من الأشكال؟ كونكم أنتم الأمم المتحدة يعني من المفترض أن يأتيكم الدعم ومن ثم يوزع سواء وقود ماء أو أي شيء من أنواع الدعم. نعم، يعني هناك مساعدات تدخل، ولكن معدل الدخول اليومي لهذه المساعدات هو حوالي 45 شاحنة أو 40 شاحنة يوميا، هذا الأفريج يعني المعدل. يعني دخلت حوالي 1300 شاحنة تقريبا منذ بداية التصعيد حتى الآن، منذ 7 أكتوبر حتى اليوم. طبعا هذه المساعدات هي نقطة في بحر الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة، لأن قطاع غزة كان يدخله حوالي 500 شاحنة يوميا. نحن في الأونروا قبل هذه الأحداث كان يدخل لنا ما يعد بين 60 و70 شاحنة يوميا. تدخل هذه المساعدات لجهات مختلفة، صحيح أننا المنظمة الأكبر، لدينا 5000 من العاملين على الأرض، نحن نشرف على مراكز الإيواء، لدينا الآن رقم في مراكز الإيواء التابعة لنا يقترب وصل إلى 1,000,000 تقريبا. يعني هناك زيادة خطيرة خلال الأيام الماضية بسبب نزوح أعداد من شمال قطاع غزة في حوالي 156 مركز إيواء. ولكن هذه المساعدات التي تدخل، نحن لدينا القدرات اللوجستية لأن نحن المنظمة الأكبر، لدينا مئات العربات والشاحنات وأماكن التخزين، يعني نخزن لنا ونوزع، وأيضا للمنظمات الأخرى مثل الهلال الأحمر الفلسطيني، مثل برنامج الغذاء العالمي، منظمة الصحة العالمية، اليونيسف. ما يصل إلى غزة لا ينتظر، يوزع بصورة مباشرة. بدأنا اليوم أيضا بعملية لوجستية كبرى في مختلف المناطق لتوزيع مادة الطحين على كل سكان قطاع غزة، يعني حسب عدد أفراد الأسرة
لأن مادة الطحين في غزة هي مادة أساسية. نعم. بدأت العملية اليوم في رفح ونأمل أن ننجح في إتمامها. أنت قلت بأنه عدد القتلى والمصابين من عمال الإغاثة التابعين للأمم المتحدة هو العدد الأكبر في أي صراع حدث في تاريخ الأمم المتحدة. نعم. لو تقل لنا هذا العدد مرة أخرى، عدد الذين قتلوا في غزة من عمال الإغاثة التابعين للأمم المتحدة. نعم، عدد من قتل حتى الآن هو 104، وهناك العشرات الذين أصيبوا بجراح، ولكن نحن متأكدون بأن الأرقام أكبر من ذلك بكثير. يعني نحن يوميا يتم إعلامنا عن أعداد جديدة. لماذا؟ لأن هناك آلاف الفلسطينيين لا زالوا تحت الركام، آلاف الفلسطينيين لا زالوا تحت الأنقاض، لا توجد أي إمكانية في قطاع غزة لإزالة الأنقاض. وأنتم ترون يعني كيف أنهم يستخدمون أدوات بسيطة، الناس نفسهم. يعني منظومة الدفاع المدني منظومة ضعيفة للغاية، عربات وغير محدثة، لا تملك الأدوات ولا الجرافات ولا بلدوزرات ولا كل أدوات التي يستخدمها أي دولة أو أي مكان في العالم لإزالة الأنقاض. لذلك نحن نتوقع أن يرتفع هذا الرقم بصورة دراماتيكية خلال الأيام أو الأسابيع القادمة. يعني عادة حينما نتحدث مع المنظمات المحلية نسألهم إذا كانوا يتواصلون مع المنظمات الأممية وماذا يفعلون أو المنظمات الدولية، لكن أنتم الأمم المتحدة هل ترون نهاية أو لذلك الوضع أو استجابة من الجانب الإسرائيلي حتى يجنب المناطق التي فيها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمدنيين هذا القصف؟ يعني الجانب الإسرائيلي حذر الناس سكان شمال قطاع غزة ومدينة غزة وطالبهم بالذهاب إلى جنوب قطاع غزة. هل يعقل أن منطقة جنوب قطاع غزة تنهار إنسانيا؟ يعني في النهاية الآن حوالي 2 مليون موجودون في منطقة جنوب قطاع غزة، كيف يمكن لهذه المساحة الضيقة أن تستوعب هذا العدد الضخم؟ غياب البنى التحتية، غياب القدرات، والآن مطلوب منهم حتى أن ينزحوا مرة أخرى من الجنوب، كيف تستعدون أنتم لذلك؟ هذا شيء يعني لا أحد يتخيله على الإطلاق. كيف يمكن يعني الأمم المتحدة رفضت تماما موضوع المناطق الآمنة؟ يعني هم يتحدثون عن منطقة آمنة في منطقة المواطن، كيف يمكن وضع 2 مليون شخص في مساحة 20 كيلومتر أو 30 كيلومتر مربع؟ يعني لا يمكن على الإطلاق. والأمم المتحدة، كل منظمات الأمم المتحدة أصدرت بيان برفض التعاون في هذا الإطلاق، والأونروا ساندت هذه المنظمات في موقفها من هذه المنطقة. يعني لو انتقلت العمليات إلى جنوب قطاع غزة يعني نحن سنكون أمام مصيبة وكارثة أكبر بصراحة. نعم. طيب في ظل هذا الوضع الراهن، هل يعني وفي ظل الحديث الآن عن صفقة لتبادل الأسرى أو حتى هدنة أو وقف الإطلاق النار لمدة ساعات قليلة أو ربما أيام قليلة، مع من تتواصلون في هذه المرحلة للتعامل مع مرحلة إذا فعلا ما تم التوصل إلى وقف الإطلاق النار على مستوى أيام أو حتى ساعات؟ نحن على تواصل كامل وتام كأمم متحدة مع الجانب الإسرائيلي. نحن سنحاول خلال هذه الفترة الوصول إلى المناطق الشمالية وإلى مدينة غزة، وتقديم أيضا مساعدات لمن تبقى من الناس هناك، لأن أوضاعهم خطيرة للغاية. لا طعام، لا مياه، لا علاج، لا شيء، لا اتصالات، لا شيء يوجد في تلك المنطقة. سنحاول جاهدين الوصول إلى تلك المنطقة أيضا، واستغلال أيضا هذه الفترة لإعادة ترتيب كافة الأمور اللوجستية التي تتعلق بتوزيع الخدمات، تتعلق بالنازحين. يعني نأمل أن يكون هناك فترات هدوء إنسانية متواصلة وليست يوم أو يومين أو ثلاث. شكرا جزيلا لك المستشار الإعلامي لوكالة الأونروا والمتحدث باسمها عدنان أبو حسن، شكرا جزيلا.